أخلت السلطات بشكل كامل المنطقة الوسطى من السوق المركزية بالعاصمة نواكشوط في ظل رفض التجاري لهذا القرار، وكانت السلطات قد أشعرت التجار في هذا الجزء من السوق بضرورة إخلائه، واتخذت إجراءات من ضمنها قطع الكهرباء ومنع الدخول. المزيد في تقرير بلو. توضح الصورة أن قرار إخلاء ما تسمى بكرش البطرون في سوق العاصمة نواكشوط بدأ تنفيذه فعليا. هذا القرار الذي أصدرته السلطات الموريتانية قبل أيام، لكنه أثر على التجار حسب ما يقولون. أخليت السوق وبدت خاوية على عروشها، فيما يبدو بأن الإخلاء أصبح ساري المفعول وأن التجار يرونه على مضض. السلام عليكم. تقول هذا السوق والله الأمور كاملة خسرت، سوقين خسروا، السوق الجديد ما يحيا، السوق القديم ما مات، المواطن هو اللي خسر، ما في معنى من كلمتي. السلام عليكم. بين السوق القديم والسوق الجديد يتربص التجار الموريتانيون الذين كانوا في هذا السوق القديم في منطقة كرش البطرون، كانوا هنا يبيعون ويشترون. بدت الدكاكين خاوية على عروشها، لا أبواب، لا شيء، لا حركة بالسوق، لا تجار ولا مواد غذائية ولا ملابس، فقط هي بعض القمامات التي خلفها التجار إبان إخلائهم للسوق قبل أيام وتوجههم إلى السوق القديم. فكيف يرى التجار السوق القديمة والسوق الجديد؟ نعم، هذا السوق كان سوق جيد فعلا في السابق، ولكنه عاد السوق متهالك، وذا القرار قبض فيه الحكومة قرار جيد، ما كان وقته يالله يعود، يالله يعود، كان عاقب العيد والله ذاك، يا غير داركم ولي إلين وعدل، يالله الحكومة تدعم السوق الجديد، يهين وسعاره بباتيقو شوي، ويفتحوا ممراته كاملين، ويعدلوا له باركات يعودوا معقولين. إذا يطالب التجار بتخفيض أسعار الدكاكين في السوق القديم الذي لا يبعد كثيرا من هنا، وبأن تكون هناك سلامة عكس التي كانت هنا قبل أيام. أخلت السلطات الموريتانية السوق الجديدة فيما تسمى بمنطقة كرش البطرون، وذلك معللة إياه بأنها لم تكن أو لم تصبح آمنة، واتجه التجار إلى السوق الجديد الذي يرونه آمنا. محمد عمر بلول، تلفزيون الساحل، نواكشوط.